طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 71. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي بيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون في ضيافتنا في حلقة النهاردة مستر رمضان التركي. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا مستر أحمد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير. شرفنا وتشرفنا كالعادة. ربنا يخليك الله يكرمك. وأيضا معانا أحد كوادر اللغة الإنجليزية مستر خالد عطية. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا مستر أحمد. أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك يا رب. مساءكم جميعا طيبين يا رب. منور الدنيا كلها. الله يخليك يا مستر أحمد. طبعا أساتذتنا الأفاضل مجمع لنا كم كبير جدا من الجمل، عامل ريفيجن تقريبا على نص المنهج على اليونتس من 1 لـ 8. فياريت كل طلابنا الأعزاء يركزوا في الجمل دي عشان فيها بعض التكات والحاجات اللي هي معتمدة على الفهم بشكل وتركيز أكتر يعني. فهنبدأ الحلقة بتاعتنا إن شاء الله مع مستر رمضان التركي. نشوف مع بعض كده بيج نمبر 2. ياريت المخرج جميل يجيب لنا بيج نمبر 2. تفضل مستر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا بنطلب طبعا لده نظام الأسئلة الجديد ونظام الأسئلة اللي بتعتمد على الفهم زي سيادة الوزير المال أوبن بوك. فكل جمله فيها فكره نرجو ان احنا نركز فيها كويس جدا قبل ما ايه ما نحل. نمبر 1، فهد اند فيروز وير واتشينج ذا فيلم، وعندنا السبيس نو وورد، مفيش ولا كلمه من دول تمشي. اول نايت يسترداي توجذر اي بي سي. لو انا بصيت على الجمله كويس، فهد اند فيروز وير واتشينج ذا فيلم، ذاتس ا كومبليت سنتنس، مفيش اي مشكله. طيب هقول فهد اند فيروز وير واتشينج ذا فيلم all night yesterday. طبعا all night yesterday يعني زي all the day yesterday at 7 yesterday، فدي من الكيوردز على الباست كونتينوس، يبقى جمله كده برضه ماشيه. طب نمبر سي، فهد اند فيروز وير واتشينج ذا فيلم توجذر، برضه جمله ماشيه. فالطالب ازاي هيقول لي خلاص يبقى انا اختار A B and C letter D. very good. نمبر 2، when I lived in London I space through the park every day. ف every day كلمه تدل على تكرار حدث في الماضي at the same time، حاجة كنت بعملها في نفس الايه؟ في نفس اللحظة. هل هنختار ووك ولا ووز ووكينج ولا ووكد ولا ووكس؟ لو انا طالب شاطر هشطب ووك واشطب ووكس، اصبح عندي ووز ووكينج ووكد. طب ووز ووكينج دي انا انتربتد باست اكتيفيتي، حدث قطع حدث. هنا مفيش حدث قطع حدث، ده بقول وانا عايش في لندن كنت بتمشي، يبقى هنا ليتر سي. واي ديد يو برينج يور امبريلا؟ انت ليه ما جبتش الشمسية بتاعتك؟ وين يو ليفت هوم؟ هل ات يوزد تو رين؟ كانت بتمطر وبطلت. It was raining، هي بتمطر. Was it raining؟
هي كانت بتمطر ايه ترند؟ الطالب الذكي جدا يقول ده سؤال، ده كويستشن، فين اختيارات سؤال في دول؟ ايوه ليتر سي، فيري جود، ووز ذا تريننج عشان ده كويستشن. ويتش سنتنس از انكوركت، انكوركت مش كوركت. الطلبه للاسف في الامتحان بيقول مين الصح، لا بقول لك انكوركت، مين الغلط في دول؟ مين الغلط في الجمل دي؟ عمرو درانك ميلك وين هوز يانج، هو عمرو كان بيشرب لبن عندما كان صغيرا، فده حدثين ات ذا سيم تايم، فجمله صح جدا، عاده كان بيعملها وبطلها. الجمله الثانيه عمرو يوزد تو درينك ميلك وين هوز يانج، صح جدا لانه كان بيشرب لبن اما كان صغير. طب نمبر سي ليتر سي اتس عمرو هابت تو درينك ميلك وين هوز يانج، انت بتحط البريزنت مع الباست ازاي يعني؟ ازاي جمله فيها بريزنت؟ احنا بنقول بريزنت اتراكتس بريزنت، باست اتراكتس باست. ادي جمله تاني نمبر ليتر دي عمرو ووز ان ذا هابت اوف درينكينج ميلك وين هوز يانج، ذات ذا سيم مينينج. انا شايف ليتر اي وليتر بي وليتر دي at the same meaning، يبقى مين الغلط فيهم؟ letter C. very good. that's all. احسنت مستر رمضان. هننتقل لبيج نمبر 2 ونشوف كده مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. صباح الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير ان شاء الله. صباح الخير والتفاؤل والامل ان شاء الله، ايام سعيده عليكم باذن الله وسنه سعيده على الجميع ان شاء الله وعلى جميع الناس اللي في الاستوديو الصح. خلينا كده مع بعض في نمبر 5. as soon as I space Amira I recognized her. بيقول معنى الجملة أول ما شفت أميرة تعرفت عليها. لو قرينا الاختيارات سوا meet met have met hadn't met، تمام؟ أنا عارف إن as soon as بطبيعتها يعني زي after كده وبعض الروابط بيجي وراها had وبيبي، وما عنديش هنا had met، تمام؟ طبعا مش هينفع hadn't، مش هينفع أقول إيه بعد ما شفتش أميرة تعرفت عليها. طيب يجوز إن as soon as تربط إيه؟ حدثين بس سيمبل. إمتى الحدثين بس سيمبل؟ if both actions were at the same time، لو الحدثين كانوا في نفس الايه ده حتى recognize بيقول لك اول ما شفتها تعرفت عليها يبقى معناها at the same time، عشان كده الاثنين باست سيمبل. لو رجعنا بقى للجمله تاني عندي recognized والباست سيمبل في الاختيارات فين بالظبط؟ بي met، يبقى نمبر 5 بي. طيب next 6 بتقول نقراها سوا. I space leave until I had taken the money، معنى الجمله انا ما مشيتش الا لما خدت الايه الفلوس. الكومن قوي بالنسبه لنا ان until preceded by didn't بيجي قبلها didn't، ده كلام مظبوط وفعلا الاجابه ممكن تبقى didn't، لم اغادر حتى حصلت على المال. لكن كمان ممكن wouldn't وبمعناها يبقى ايه هنا؟ معناها انا ما كنتش همشي لما اخد الفلوس. في نفس الوقت لو انت في دماغك ان until يجي قبلها نفي بس لا، لو قريت رقم سي اقرا سي كده I refused to leave، يعني انا رفضت المغادره لما خدت المال. طب ما برضه المعنى ماشي، خلي بالك بلاش الايه الفيكسد باترن دي الانماط الثابته ان انتيل لازم قبلها ديدنت، لا هو مش شرط، تمام؟ ديدنت وكودنت وودنت ووزنت ووز وريفيوز ده جايه اثبات، لذلك الاجابه في نمبر 6 هتبقى ها دي، تمام. 7 احمد واز ان طنطا فروم 2000 تو 2010 هي سبيس ذير فور 10 ييرز. يعني لو بصينا للجمله كويس يا جماعه فيها كلمه فور، عاملها لكم حتى بلون مختلف، تمام؟ ليه؟ عشان معظمنا لما بيشوف 4 دي بيعرف ان ده بريزنت بيرفكت 4 وسنس، وبالتالي بيميل انه يختار نمبر بي هاز ليفد. لا ليه؟ لان طالما الحدث انتهى، تمام، فهنا هختارها باست سيمبل. في فرق مهم بين البريزنت بيرفكت هاف وهاز وبي بي والباست سيمبل، لما يكون في تاريخ وتوقيت محدد استعمل باست سيمبل، تمام. معنى كده ان الحدث انتهى من 2000 ل 2010، لذلك الاجابه نمبر ايه مش رقم سي، ولا هختار A و B مع بعض، لا هي lived فقط. 8 space feeling the pain of injection I give a loud cry، بيقول أول ما حسيت بوخزة الحقنة pain of injection يعني الألم من الحقنة، تمام، صرخت يعني. طبعا هنا في ing feeling، لو بصيت كويس على الجملة on تمشي و after تمشي، during تمشي، لا ده في ناس فاكرة ان during بيجي وراها gerund، لا during followed by noun بيجرى نوم بس، تمام؟ إذا معاك افتر ومعاك كمان ايه؟ اون، تمام؟ في فرق صغير بينهم كده يا جماعه، ان اون معناها immediately after، معناها ذا سيم تايم، nearly ذا سيم تايم، تقريبا في نفس الوقت. طبيعي انك لما بتاخد الحقنه بتحس بالوجع ده امتى؟ ات ذا سيم تايم، في نفس الوقت. امال امتى استعمل افتر يعني؟ اسمع كده، after I had gone home I went to bed، انا بعد ما روحت نمت. ده انا ممكن اكون روحت وكلت واتعشيت وخدت دش واتفرجت على التلفزيون وبعدين نمت، يعني في فرق حدث او في فرق زمني بين الحدثين، انما قلنا مفيش فرق.
زمولي on touching the hot plate I cried. أول ما لمست الطبق السخن صرخت، معناها at the same time. تمام؟ لذلك on. طيب let's see the next one. 9. A disabled is someone who can't use part of space body. بيقول لي إن الشخص المعاق هو شخص ما يقدرش يستخدم جزء من جسمه يعني. طبعا من الجمل البايخة دي، لأن معظمنا بيحس إنها تمشي his number C أو her أو كده. لكن إحنا كنا خدنا إن someone، okay؟ someone، somebody، no one، nobody، okay؟ كلمات دي يا جماعة فعلها مفرد آه، بس الضمير جمع، يعني someone دي بنعوض عنها ب they، وبالتالي إجابتها ها be there. بعض الناس ممكن تشك بعض الجمل يقول لا إزاي يعني someone ده disabled يعني شخص يبقى his. جميل، أنا كاتب رقم الجملة جنبها في الورك بوك. ورك بوك يعني ده كتاب الوزارة، تمام؟ يعني مش جايبينها من مصدر خارجي. اهو بيج 3 في الورك بوك. طبعا الوزاره موفره لنا دلوقتي كل حاجه، نقدر نجيب الايه الكتب كده اونلاين ونتابع دوت او نراجع مع بعض، بس طبعا احنا ما نقدرش نعمل حاجه لما نكون واصلين منها تمام. طيب احسنت يا مستر خالد، شكرا فتح. ننتقل لبيج نمبر 4 مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. تمام. سنتنس نمبر 10 I space happy until I had passed my exams. زي مستر خالد كده ما تفضل وقال ان didn't قدام ان until قدامها didn't، قدامها wouldn't، قدامها wasn't، قدامها couldn't حسب معنى الجملة. فانا هلاقي wasn't موجودة وdidn't موجودة وبعدين a and b موجودة كمان عند الاثنين وكمان couldn't موجودة. هنا بقى احنا بنقول للطلبة دي كتب دي جمل الورك بوك، ركز على الجملة قبل ما تختار. طيب انا عشان اقول couldn't محتاج infinitive، لازم والله I couldn't go، I couldn't study، I couldn't help، I couldn't write. ف couldn't كده ما تنفعش عشان ما فيش infinitive. نفس الكلام عشان اقول didn't لازم اقول didn't وال infinitive. I didn't study، I didn't help، يبقى كده didn't شطبت، ودام شطبت بي هشطب كمان A و B اللي هي letter C. الصح ان انا اقول I wasn't. ليه بقى wasn't؟ عشان وراها happy، وهابي دي adjective، ودائما الadjectives are preceded by verb to be. وشوية شواذ زي get و become و appear و seem و smell زي الفل. يبقى يعني كده I wasn't happy، أنا ما كنت سعيد until I had passed my exam، لحد أنا ما اجتزت الامتحان، يبقى letter A. جملة نمبر 11 What is your teacher؟ فكر في المعنى كويس. What is your teacher؟ طب أنا عشان أقول is your teacher هل أقول like ولا likes ولا to like ولا liked؟ تمام كده؟ طب عشان اقول از يور تيشر لايكد يبقى انا كده دي جمله باسيف فمش هتنفع معايا خالص. طب لايكس نفس الكلام از يور. طب اصبح عندي يا اما تو لايك يا اما لايك، فانا بقول لك استاذك شبهه هو عامل ايه. وات از يور تيشر لايك شبهه ازاي، شكله عامل ازاي، يبقى هنا الليتر ايه هي اللي صح. وات از يور تيشر لايك، بلاش نختار لايكس عشان از المفروض اصلا لو انا عارف از وراء اي ان جي، طب وفي نفس الوقت لايك من الستيت فيربس اللي ما بتاخدش اي ان جي، يبقى هتبقى غلط. نمبر 12 I have never eaten such delicious food. انا عمري ما اكلت اكل بالحلاوه دي قبل كده. I have never eaten، انا عمري ما اكلت اكل بالطعامه دي باللذه دي. delicious لذيذ. هل دي معناها I am not enjoying the meal I am eating، انا ما استمتعتش بالاكل اللي اكلته؟ طب انت كده عملت نيجاتيف للمعنى اللي انت قلته. طب نمبر B I am enjoying the meal I am eating، انا استمتعت بالاكل اللي اكلته، ده letter A B. طب the meal I am eating isn't delicious، الأكل اللي أنا أكلته مش لذيذ، طب أنت كده عكست المعنى اللي فوق برضو. طب letter D I don't eat، أنا ما أكلتش. طب أنت بتقول فوق I have never، أنا عمري ما أكلت أكل لذيذ زي ده، يبقى مين الصح في دول؟ أنا سامع واحد بيقول لي letter B I am enjoying، أنا استمتعت the meal I am eating بالأكل اللي أنا أكلتها. The last sentence the goals you، كلمة goals، goals الهدف، الفيرب بتاعها ايه؟ The goals you space to yourself لنفسك must be reachable، لازم توصل له الهدف اللي بتديه لنفسك، ودي الوسيله اللي احنا بنوصلها لكل الطلبه. حدد هدفك اللي انت عايزه عشان توصل له. هل اختار give the goals you give اللي انت اديته لنفسك، you take اللي انت اخذته لنفسك، you have اللي تمتلكه، ولا يدول اللي بتفعله؟ الناس ازاي the goals تاخد مين؟ تاخد give. يبقى الهدف اللي انت بتديه لنفسك لازم توصل. احسنت مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر خالد عطيه، اتفضل يا مستر. نشوف يا جماعه كده سنتنس نمبر 14 مع بعض. 14 بيقول انجي ازنت هير، انجي مش موجوده، شي سبيس ان ذا بارك، في البارك، بارك بمعنى حديقه يعني. عندي هاز بين، هاز جون، هاد بين، از.
يعني برضو الكومن واليوجوال ان احنا بنختار ما بين هاز بين وهاز جان، بما انها مش موجوده فممكن تميل ان انت تختار هاز جان، تمشي هاز جان بس هاز جان تو ذا بارك، ذهبت الى البارك، بس عشان في كلمه ان فهقول هي حاليا موجوده تكون في البارك، ما ينفعش اقول ذهبت في البارك، هاز جان ان لا هاز جان تو، وبالتالي هتبقى الاجابه از. يبقى يا ريت بلاش استعجال، احنا مجمعين شويه جمل كده محتاجه تركيز شويه. نيكست، I haven't met the minister. ما قابلتش الوزير. It's the first time to meet him. ودي أول مرة قابله. البرضو العادي مثلا ممكن ألاقي it عشان ده present perfect وفي الآخر كده بنلاقي it. مفيش. ما احنا بقى يا جماعة لو فهمناها بالميننج كده. بص معايا كده على الجملة تاني. ها. I haven't met the minister since. ما قابلتوش منذ. Before already never. Never مش هيجي في الآخر. يبقى before already. لا before معناها من قبل. يعني عمري ما قابلت الوزير قبل كده، بتساوي يت هنا مثلا. طيب نيكست، هي بيكام ا تيتشر سبيس 2000، ده اصبح مدرس منذ سنه 2000. يعني لو انت متسرع شويه ممكن تحس ان هي سنس، لان معروف سنس بتيجي مع السنين فعلا زي ما انت بتقول، بس سنس دي من كلمات زمن اسمه بريزنت بيرفكت، والبريزنت بيرفكت ده يعني هاف وهاز وبي بي، فالطبيعي ان لو في سنس الاقي الجمله فيها هاف وهاز وبي بي. بص معايا كده على الجمله، He became a teacher space 2000. في have و has؟ لا. لو كانت has become كانت ماشي، عشان كده هتبقى in. in. تمام؟ يبقى 16 A. طيب 17 بتقول I have lived in this flat since I was born. أنا عايش في الشقة دي من ساعة ما اتولدت. This means فده معناه إيه؟ This is the flat space. بص هنقرا الاختيارات سوا. Flat the place فخدنا وير. Where I have lived since I was born. اللي اتولدت فيها من يوم او اللي عشت فيها من يوم ما اتولدت ماشيه. طب ما احنا خدنا ان وير بتساوي ايه؟ in which اللي تحتها بالظبط. In which I have lived يبقى برضه صح. طيب لو قالت لك 3 which I have lived in which مع in which preposition يبقى وير بتساوي in which او which preposition، عشان كده يبقى وير which وin which او which مع in كلهم صح، وبالتالي هنختار اخر واحده. All answers are correct. That's all. احسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 6 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. مستر خالد مستر احمد، الجمل دي طبعا فيها فكره حلوه قوي قوي، ولورك بوك بيتكلم في جمل لذيذه جدا زي الجمله اللي جايه دي كده، ماي فريند وعندي سبيس ان اكسبنسيف موبايل ليفز ان الكسندر. بيج 5 بيج 5 6 انت في 6 دلوقتي. بيج 6 زمان هي على البورد حتى هنا. ذا مان سبيس برضه نفس الجمل، برضه جمل افكارها جميله، جميله جميله حلوه بجد يعني. طبعا الناس تخلي بالها من الكلام ده كله. ذا مان سبيس ذا هاوس از سترونج. ذا مان وسبيس ذا هاوس از سترونج. طيب جميل قوي. احنا واخدين طبعا في الريليتيف بروناونز ذا مان ده عاقل، فالمفروض اختار هو او هوم او هوز لو كان وراها ناون. طب انا عندي المفروض هنا في ضمير وصل محذوف، المفروض زمان هو از جاردنج، هو از جاردنج ذا هاوس از سترونج، وممكن زمان هو جاردس ذا هاوس از سترونج. احنا في حذف ضمائر الوصل بنحذف ضمائر الوصل لو معاها فيرب ايه؟ تو بي. يبقى انا المفروض اقول ايه؟ زمان هو از جاردنج. طب انا ما عنديش هو از جاردنج، انا عندي جارد، وحتى جارد غلط، لان المفروض زمان جاردس. ده انا هفترض ان واحد مش فاهم. طب ما هي مفرد المفروض تبقى جاردس. طب ما هي جاردس موجوده برضه، طب فين ضمير الوصل بتاعها؟ يبقى انا ما قداميش غير جاردد او جاردنج. انا عندي هنا اوبجكت اللي هو ذا هاوس، يبقى دي جمله ايه؟ اكتف. فالاكتف هو از جاردنج، يبقى نختار مين يا اولاد؟ جاردنج. فحذف ضمائر الوصل يختار الباست بارتيسيبل الفيرب بلس ايه؟ اي ان جي. انا عندي اختيار ثاني مكتوب جنب الجمله، ذا مان هو جاردز. يبقى انا عندي لو كان هو جاردز تبقى صح، ولو جاردنج تبقى صح، يبقى نختار هنا ليتر دي. نمبر 19، نيرمين واز ذا فيرست ستودنت سبيس ات سكول. هاو تو ارايف which arrived where arrived arrived. انا لو انا مكان الطالب الشاطر انا بتكلم عن نرمين، ونرمين دي someone. هشطب which واشطب where. يبقى عندي letter A وليتر D. هقول نرمين was the first student arrived at school، المفروض هو is arrived. تمام. طب المعنى صح؟ ده انا عايز اقول اول واحده تصل الى المدرسه، تصل الى المدرسه، يبقى صح مين؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي to arrive. very good to arrive letter A. Number 20. This is the book him.
المفروض this is the book which I lent him. المفروض البوك غير عاقل في which I lent him. طب انا عندي which بس ما فيش I يبقى كده غلط، لان which المفروض وراء يا اما subject يا اما الفيرب. which lends زي lends him، ودي جملة باسف، ودي جملة سوري جملة معلومة which I lent him. طب ذات lent ناقص I برضو، فالطالب الذكي يقول لي which I lent، احنا بنحذف ضمير الوصل when it's followed by a subject. يبقى انا عندي which I lent، هشيل which يبقى I lent. زي which I gave here، I gave مثلا منى whom I gave، هنشيل برضو whom وتبقى I gave. يبقى هنا letter C I lent. number 21 she won a competition، هي كسبت مسابقة in 2015. not made here the number one women's squash player in the world. هل هنا انت بتتكلم عن البنت اللي فازت ولا بتتكلم عن الكومبيتيشن؟ لو عن البنت اللي فازت كنت قلت هو ميد، ده لو عن البنت اللي فازت which she made which وهكذا whom. يبقى انا عندي وين شو انا كومبيتيشن، انت بتتكلم عن الكومبيتيشن، والكومبيتيشن ده اسم غير ايه؟ غير عاقل. يبقى هنشطب هو، هنشطب وين بتاع الزمن، وير بتاع المكان، يبقى قداميش غير مين؟ which. يبقى she won a competition in 2015 which she made here، هي اللي خليتها نمبر 1 في السكواش. The last sentence we will give a prize to the company. We will give a prize to the company. Exports are good. الناس الشاطرة تقول لي exports دي verb، أقول له لا مش verb، لأن وراها إيه؟ وراها الverb، فأصبحت exports دي إيه؟ noun. مين اللي تاخد النون يا أولاد مع العاقل؟ أيوة أنا سامع مع العاقل وغير العاقل، تبقى مين؟ whose. يبقى letter D. أحسنت يا مستر رمضان. فصل قصير ونرجع لكم تاني. أنا صرع. ورجعنا لكم تاني، واللغه الانجليزيه للثانويه العامه، ويا ريت بقى المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 7 ونشوف كده مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. تمام، تعالوا يا جماعه نقرا كده نمبر 23. بتقول ماي فريند سبيس ان اكسبنسيف موبايل ليفز ان اليكس. صاحبي اللي عنده موبايل غالي يعني عايش في اسكندريه. عاده انا ممكن ابص، لو بص كده معايا على اول اختياري هو فولود باي فيرب اهي هو از، تحس انها تمشي. طب ما الثانيه برضه هو از. لا خلي بالك، لو خدنا الاولى هو از، از ده فيرب معناه يكون، فمش هينفع اقول صاحبي اللي يكون موبايل غالي، اللي عنده، اللي يملك. اذا انا هاخد بي اللي هي هو از، هنا بقى هي مش هو از، هي هو هاز. بس ممكن ده ما يجيش في دماغك، لان معظمنا في دماغه ان الابوستروف اس هي اختصار از، تمام؟ لا، هنا هو هاز اللي عنده اكسبنسيف موبايل. اذا الاجابه هتبقى بي، هو هاز ان اكسبنسيف موبايل. طيب نشوف 24. I have hidden the money space no one will find it. انا خبيت الفلوس في حته ما حدش عارفها يعني، تمام؟ عاده برضو هنا لو بصينا عندي when which where with that. ممكن تميل انت ان انت تختار ايه، انك تختار which عشان money غير عاقل، بس مش هيبقى للجمله معنى، هيبقى معناها انا خبيت الفلوس التي ما حدش هيلاقيها، لا في حته ما حدش يشوفها زي ما بنقول بالبلدي كده. يبقى انا هنا بتكلم على بليس، يبقى حتى لو money مش بليس بس المينينج هنا معناه بليس، لذلك هتبقى اجابتها سي. طيب نيكست، يبقى 24 سي. 25 بيقول ذا مان سبيس ذا بلاك جاكيت از ماي انكل. الراجل لابس الجاكيت الاسود ده عمي، تمام؟ مان عاقل، فتمشي انها تبقى هو الاولانيه، ممكن، وتمشي ذات بتساويها برضه، جميل. وعندي ان وبعدين عندي اي وبي. طيب افهم بقى يا عم، خليك معايا. هو صح تمشي، بس مان ده مفرد، فالمفروض ما تبقاش هو وير، هو ويرز يرتدي، او هو از ويرنج، تمام؟ اللي بيرتدي حاليا دلوقتي قدام عينيا يعني. نفس الكلام لذات، لازم الفعل ياخد اس. لكن انا ممكن اقول ايه؟ توداي ام ان بلاك، انا لابس اسود، تمام؟ فكلمه ان هنا معناها ويرنج، يبقى هي الاجابه ان وليست هو وير ولا ذات وير. طب 26 بيقول We should all honor those space do their best to serve humanity. لازم كلنا نكرم those. بمعنى ايه؟ هؤلاء الناس يعني اللي بتعمل اللي عليها وزيادة عشان تخدم البشرية. طب ما كلمة those هنا معناها ان ده عاقل، اكيد معناها people مثلا، تمام؟ وبالتالي هنا عاقل followed by verb اللي هو do، يبقى who. That's all. احسنت يا مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 8 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. تمام. 27 he spoke badly about my teacher. هو اتكلم وحش عن مدرسي، هو اتكلم وحش عن مدرسي. space made me angry، ده خلاني زعلان. because I like and respect my teacher، لان انا بحبه وبحترمه. طب انا النهارده لو قلت what
what made me، ما جعلني، ولا which، which هنا انا بتكلم عن الكلام اللي قاله، ولا هو، ولا ذات. لو انت لاحظت في فلسطوب عند my teacher، عدم في فلسطوب اقول وهذا وذلك اخضبني، ايه اللي اخضبك؟ يبقى نختار هنا letter دي ذات. خلي بالك بقى من الفلسطوب ده قوي، والله لو كان دي كما كنت قلت ايه؟ which، يعني كاز هي سبوك بادلي اباوت ماي تيشر ويتش ميد مي، الكلام هو اللي زعلني، فهنا الفول ستوب فصلت الجمله ذات ميد مي انجري. 28 حقي روت ا كوليكشن اوف شورت ستوريز، يحيى حقي اللي احنا بناخده في المنهج كتب مجموعه من القصص القصيره اباوت دابور عن الفقراء اند ذيس ايبل والمعاقين سبيس وون ان امبورتنت برايز. الله، ده في الستوري بوك في بيج 3 في كتاب الطالب في الصفحة الثالثة في يونت ضمائر الوصل. طب انت النهارده بتقول يحيى حق كتب مجموعة من القصص القصيرة اللي فازت، هو مين اللي فاز، يحيى حق ولا القصص؟ اه القصص. مين اللي بيعبر عن غير العاقل؟ هل وير، وير للمكان، هوز للملكية، هو للإنسان، يبقى قداميش غير مين؟ ويتش. فيري جود. ليتر ايه؟ 29 وود يو لايك تي اور كافي، تحب شاي ولا قهوة؟ احنا كده دخلنا في يونت 4، تحب شاي ولا قهوة؟ فقال سبيس كده اي دونت مايند، ايهما يعني انا لا امانع، الاثنين زي بعض. طب انا لو قلت نايذر انا لا احبهما، انا كده نفيت. طيب لو قلت افري كلا، طب افري افري داي، افري وان، افري بوي، طب نان لا احد منهم، فنان زي نايذر، يبقى ده مش غير مين؟ ايذر. ايذر ايهما يعني، عايز ده عايز ده، شاي او قهوه مش فارقه كتير، يبقى ايذر. وبعدين كاتب اي دونت مايند، انا لا امانع. نمبر 30 متر از 15 سنتيمتر، ايه ده؟ ده وحده، دي وحده ايه؟ وحده قياس. مين يا ولاد اللي بتاخد وحدات القياس؟ احنا قلنا هاف مع uncountable noun يبقى الفعل مفرد، هاف او هاف اوف معاها countable noun الفعل جمع. مين بقى اللي بياخد وحده قياس؟ ايوه انا سامع واحد بيقول لي هاف ا، فيري جود، يبقى هناخد لتر بي هاف ا عشان ده وحده قياس. احسنت يا مستر. هننتقل لبيج نمبر 9 مع مستر رمضان التركي، سوري مع مستر خالد عطيه، اتفضل مستر. طيب نشوف بقى يا جماعه كده سنتنس نمبر 31 31 هنقراها سوا الاول كده. Neither of the two girls space swim. طيب لو حاولنا نفهم معناها مكتوب ايه؟ الاختيارات الاول don't، are، can't، can. طبعا احنا عارفين ان neither او neither بننطقها الاثنين، دي اسلوب او اداه نفي لان هي معناها نو يعني، وبالتالي ما ينفعش اجيب معاها نفي لان نفي النفي اثبات. فانا عايز اقول ولا واحده من البنتين تقدر تعوم، تمام؟ يبقى انا اتفقت ان اخد اثبات يبقى ار او كان، اوكي؟ بس انا عايز اقول تقدر تعوم يبقى ار ولا كان؟ بالظبط كان. يبقى نمبر 31 دي. نيكست، جانا از بلايت، جانا مؤدبه، شي از بيوتيفول تو، وجميله كمان. فيقول لك وات دوت ذيس مين، هو الكلام ده بقى يبقى معناه ايه؟ تعالى بقى كده نبص ونقرا الاختيارات سوا. جانا از نوت بيوتيفول، ان جنة مش جميلة، لا تزعل الا جنة. ب، جنة is either blight or beautiful، جنة يعني يا اما حلوة يا اما مؤدبة، لا. طب سي، جنة is neither blight nor beautiful، هي لا حلوة ولا مؤدبة، لا. ده بيقول لي جنة is blight she is beautiful، تعالى نقراها بقى كده تاني مع بعض. جنة is blight she is beautiful، يعني الاثنين، يعني both، يعني المفروض فيها الصفتين. يبقى الثلاث حاجات اللي قلناهم مش ماشيين، عشان كده الإجابة يا جماعة تبقى إيه؟ بالظبط نمبر دي، neither answer is correct، إن ولا إجابة صح. طب 33، please stay in bed، space day you have a cold، بيقول له أنت عندك برد، خليك في السرير طول اليوم. every ولا each ولا all ولا التلاتة يمشوا؟ عادة الاستعجال هنا بيخليني أميل إن أنا آخد every day أو each day، بس دي معناها كده كل يوم منفصل، لا ده أنا لو تعبان أقول إيه؟ أنا هريح اليوم كله، the whole time يعني. ذا هول داي، فهنا هناخد كلمة اول. تقول لي بس المفروض اول وراها جمع، اوكي، بس احنا النهارده اتفقنا زي ما مستر احمد نوه في بداية البرنامج وقال ان بعض الجمل دي فيها تريكس شوية عشان يعني تو كاتش اب ويز، عشان نساير كده ونلائم الايه؟ الجو الجديد والنظام الجديد، مش هيبقى كل حاجة بالنسبة لك هتجي لك دايركت في الامتحان طبعا. طيب 34 34 بيقول سبيس شيرت فيتس مي، طيب فيت هنا بمعنى لايق عليا او ايه؟ مظبوط عليا القميص يعني. نيذر وايذر او ايذر وبوث وقول، عادة ممكن نميل ان احنا ناخد الاخيرة all shirts fits me، بس زي ما انت فاهم ان all دي هنا shirts هتبقى جمع، فتاخد كلمة fit ما تاخدش fits،
يمكن الاس دي معظمنا عارف ان في درس اسمه بريزنت سيمبل بيقول ان الاس دي بنحطها مع المفرد هي وشي ويت، وبالتالي معناها ولا قميص لايق عليا. يبقى بتكلم على مفرد، يبقى هاخد اول واحده اللي هي نيزر اوف ذي شيرتس، يعني ولا واحد من القمصان دي لايق عليا. This is the last one، ودي اخر جمله. احسنت يا مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 10 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. نهتم بجمل شويه يا اولاد، احنا بنقولها كل شويه. 35 space did you give him the money for، did you give him the money for. واحد يقول لي واي، لماذا اديته؟ طب وفور دي بتعمل ايه؟ ففور كده استبعدت واي. تمام. طب اصبح عندي وات وعندي وين وعندي هوز. هوز مش نافع خالص، هوز بتسال عن سمون للملكيه. اصبح عندي اما وات يا اما وين. وين بتسال عن التايم، اقول له وين ديد يو جيف هيم ذا ماني فور. اظن يعني فور دي بهدلت الدنيا، يبقى هو ده مش غير مين؟ ايوه، وات ديد يو جيف هيم ذا ماني فور، اديته فلوس دي عشان ايه؟ نمبر 36 ماي سيستر از. خلي بالك قوي من الجمله دي. ماي سيستر از تو جو تو سكول، شي از اونلي تو. هي صغيره جدا، صغيره جدا. في ناس هتقول لي تو اولد تو جو. طب يعني ايه تو اولد تو جو؟ از تو اولد يعني كبيره انها تروح، كبيره انها ما تروحش، وانت بتقول شي از تو، هي صغيره. طيب نوت اولد انف، مش كبيره بدرجه كافيه، يعني صغيره. نوت اولد نفي، نفي ايه؟ اثبات. يعني انا لما اقول نوت اولد يبقى شورت، نوت تول يبقى شورت، نوت بيج يبقى سمول. طب نوت اولد يبقى يانج. طب سو اولد عايزه ذات، وساتش اولد عايزه برضه مين؟ ذات. الناس الشاطره تقول لي ايوه يا مستر، ماي سيستر از نوت اولد انف، هي مش كبيره بدرجه كافيه انها تروح المدرسه، شي از اونلي تو. يبقى ليتر بي. 37 he had little. الناس اللي مذاكره يا اولاد لو سمحتوا، so adjective that، so adverb that. وعندي so much وso little للuncountable وso many وso few للcountable that. دول الشواذ، so little so many so much so much so few. فالناس اللي شاطره تقول انا شايف little، يبقى نختار مين؟ ايوه so little money، so little money. letter C. 38 I wasn't fail this test easy. أنا مش هسقط في الامتحان ده بسهولة، أنا هنجح يعني. This means ده معناه the test is too easy to pass. طب احنا عارفين تو adjective تو للحاجات الايه؟ النيجاتيف فورم، شكل النفي يعني. أما أقول the tea is too hot I can't drink. The tea is too مثلا is too bad I can't drink. يبقى تو تفيد النفي، فهنا easy مش هتنفع. طب the test is such easy to pass. طب احنا عارفين such that. The test is so easy that. The test is enough easy to pass. الناس الشاطرة هتقول لي أيوة enough قدامها الصفة، easy enough كانت تبقى صح، فدي تبقى غلط. يبقى letter C. The test is so easy that I will pass it. That's all. أحسنت مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر خالد عطية. اتفضل يا مستر. طيب نشوف يا جماعة كده نمبر 39. جملة 39 بيقول مستر أحمد السعيد is space to buy an expensive car. طيب نقرا الـ choices. enough enough reach to reach reach enough. للوهلة الأولى أنت ممكن تحس إنها سي على أساس تو ريتش تو، تو صفته، بس زي ما قال مستر رمضان إحنا بننفي الفعل اللي بعد تو التانية. يعني هيبقى معنى الجملة إن مستر أحمد غني جدا لدرجة إنه باي هنا معناه ما يقدرش يشتري عربية. طب ما كده الكلام متناقض، إزاي أقول هو غني لدرجة إنه ما يقدرش يشتري؟ لا أقول يبقى هو غني بدرجة كافية إنه يشتري عربية. يبقى عندي الإجابة بي اللي هي enough reach أو reach enough. لا نفتكر ان الصفه الاول I am tall enough, I am rich enough, I am clever enough. تمام. وبالتالي 39 هتبقى D rich enough to buy، يعني غني بدرجه كافيه انه يقدر يشتري. 40 I don't enjoy space weather. انا مش مستمتع بالجو ده. لو انا هعمل feeling the space كده، لو انا احط كلمه ممكن اكتب كلمه this. I don't enjoy this weather يساويها such. شايف اول واحده دي لتشوز الاولاني such دي، ممكن اقول I don't enjoy such weather معناها this weather. تمام. طيب في نفس الوقت انا ممكن اقول ايه؟ ما بستمتعش بالجو البارد ده. بص نمبر بي such cold weather. يبقى A و B صح. طب انا عارف طول عمري ان such عاده بيجي معاها صح. such معاها فعلا اوان الا في موقفين لو احنا فاكرين uncountable nouns، لو عندي اسم لا يعد، او plural noun اسم جمع والweather uncountable الجو يا جماعة أو الطقس لا يعد، وبالتالي هناخد such بدون أوان اللي هي such weather بمعنى this weather أو such cold weather يعني هذا الطقس البارد. Next 41 This question is، هنقرأ لكم الاختيارات too easy to answer،
easy enough to answer, difficult enough to answer, so easy that answer. يعني واضح ان الاخيره مستبعده. ممكن تميل ان الاولى تمشي. طب بس هيبقى معناها ايه؟ احنا قلنا تو تو بتنفي الفعل الثاني اللي بعد تو، فلو خدت رقم ايه هتبقى السؤال سهل قوي لدرجه ما اعرفش احله، مش منطقي. طب نشوف كده رقم بي. السؤال difficult enough to answer، صعب بدرجه كافيه ان احله. ما حدش بيقول ايه السؤال ده صعب بدرجه كافيه. بص سي بقى، easy enough to answer يعني سهل بدرجه كافيه ما اقدر ايه احله. اذا the answer of 41 is number C. يبقى 41 C. The last one, Mr. Ramadan التركي is a space honest man that all people respect him. Mr. Ramadan انسان honest man يعني راجل نقي جدا، راجل محترم جدا، امين جدا لدرجه الناس كلها respect him. تمام؟ طيب هنا بقى عندي honest man كلمتين صفه او صفه وناون، فعاده بناخد such اللي بينهم كلمتين مع ذات بتاخد ايه؟ such. طب ا ولا ان؟ احنا عارفين such ان مع الكلمات اللي باديه فاولز، حروف متحركه، ايه واي والاي والكلام ده. طب كلمه honest باديه باتش؟ ايوه بس خلي بالك احنا نطقناها ايه بقى؟ honest ولا honest؟ honest. فعشان النطق هنا فاول نطقناها يعتبر او على طول من غير الاتش كده، تبقى such ان honest man ولا such a honest man؟ ها؟ such ايوه an honest man. تمام كده. نيكست. احسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 12 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. اولا انا بشكر مستر خالد على الجمله الاخيره. بعدين الله يصف الانسان الا بما فيه. تمام. الانسان بيصف الانسان بالحاجه اللي هي فيه هو، مش فيه مش في حضرتك فعلا. ربنا يخليك يا فندم. 43 هي انتل ذا بوليس هاد كويستشند هيم. زي ما قال مستر خالد برضه قبل كده ان انتل قدامها ديدنت ووزنت وكودنت وورنت، كل ده صح. طب انا عندي وزنت موجوده وعندي ديدنت موجوده. طبعا هشطب ريليز وهشطب وونت ريليز. تمام قوي، اصبح عندي الاكتف والباسيف. مين بقى انا عايز اقول هو لم يترك لم يحرر حتى سئل؟ زي ما قلنا كده في الحصه اللي فاتت ومستر خالد كان قال لنا الضمه بتشير الى الايه؟ الى الباسيف. هل هو اطلق ولا لم يطلق لم يحرر من الاسم الا عندما سئل؟ فالناس اللي فاهمه تقول لي الجمله دي جمله باسيف، يبقى نختار ليتر ايه؟ وزنت ريليزد. فيري جود. Don't do object. Object. الناس اللي مذاكرة English كويس، احنا عندنا suggest وعندنا object to وعندنا prefer to devoid to وعندنا take to. دي الأفعال اللي بتاخد to plus ing ولوك forward to. يعني أنا الحاجات دي أما يبقى وراها to يبقى وراها verb plus ing. Look forward to take to object to. ودي جت في امتحان 2019. الناس اللي فاهمة دي object. طب فين to في أول واحدة؟ being taken مش نافعة عشان ما فيهاش to. طب بي تيكن، والله لو كانت تو بي تيكن كنا تو بي تيكن كنت خدتها عشان باسف. تو بي تيكن وتو بي تيكن. الناس اللي مذاكره تقول لي طب هنا اوبجكت تو بلس اي ان جي يبقى ليتر دي. 45 هافينج. الناس اللي عارفه ان هافينج ايه يا اولاد؟ هافينج وراها الباست بارتيسيبل، وراها الباست بارتيسيبل. هافينج ستاديد، هافينج فينيشد، هافينج دان. طب وفي الباسف هافينج بين والباست بارتيسيبل. فانا لو بصيت على الجمله دي هافينج كولدلي نو اوبجكت. الجمله اللي ما فيهاش مفعول زي ما قلنا المره اللي فاتت نو اوبجكت حرف جر اداه ربط، يبقى دي جمله ايه؟ باسف. فين الباسف في الاربع اختيارات؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي ليتر دي. بين مت. بين مت. اخر جمله 46 اي هاف ا كار. انا عندي عربيه. ذيس مينز ده معناه ذيس مينز ذات ا كار. هل ا كار بيلونجز تو مي تخصني بتاعتي ولا از اوند باي مي اه تمام انا املكها ولا از بوسيسد باي مي بتاعتي برضه ولا نختار A و B و C؟ احنا عارفين ان هاف لا يحول للباسف وقلنا بنعوض عنه بإز بوسيسد و بيلونجز و إز أوند. فالطالب الشاطر هيقول لي all choices are correct، يبقى نختار ليتر دي A B and C. That's all. أحسنت مستر رمضان. هننتقل لبيج نمبر 13 مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. نشوف يا جماعه كده نمبر 47 سوا. ها الناس مركزه كده. 47 بيقول ايه؟ When your friend says لما صاحبك يقول لك I couldn't agree more. This means لما يقول لك I couldn't agree more ده يبقى معناه ايه؟ He agrees, disagrees, declines, refuses. تمام؟ هي تبان على فكره انها نفي. couldn't agree تحس انها مش موافق. لا مش موافق يا جماعه اسمها I don't agree. I don't agree. تمام؟ ولكن هنا couldn't agree more دي معناها ابصم لك بالعشره انا موافقك تماما. ده expression I couldn't agree more. لكن لو انا مش موافق اقول I don't agree. وبالتالي
ان الكود انت اجري معناها موافق. اذا الاجابه هتبقى ايه بقى؟ ايوه A 47A. طيب شوف بقى نيكس 48. موز فرنتشر سبيس اوف وود. معظم العفش او الاساس او الموبيليا، اساس بالسه طبعا هنا، تصنع من الايه؟ الخشب. بص احنا قلنا ايه؟ تصنع الضمه اللي لسه مستر رمضان قايل عليها، يعني كده عايزين فيرب تو بي وتصريف ثالث عشان باسيف. يبقى الاولى تمشي ارميد، وكمان رقم سي از ميد. طب وانا احكمها ازاي بقى؟ ويز بينج ميد. تمام، خلي بالك ان كلمه فينيشر انكاونتبل ناون، اسم لا يعد وبالتالي فعله مفرد، يبقى الاجابه سي. ودي ايه الفرق؟ ان بينج فيها استمراريه. ده انا لو انا خدت از بينج ميد معناها ناو، انه بيصنع قدام عينيا دلوقتي. لا، ده هي فاكت، يبقى از ميد نمبر سي. تمام، طيب نشوف كده 49 49 بيقول لي ايه؟ That old hotel space as a museum in the future. بيقول لي ان الفندق ده يستخدم كمتحف في المستقبل. Will use, will be using, could be used, could have used. هنميل هنا عشان في كلمة in the future، معظمنا هيميل لكلمة will الأولى أو الثانية. بس خلي بالك هو بادي بالأوبجكت المفعول، عايز أقول سيستخدم، فكانت تمشي will be used. طب ما فيش يساويها could، ما هي could دي refers to the future، ممكن تدل على المستقبل، خلي بالك. تمام، إذا الإجابة C could be used. Next. One of the windows in our classroom. أحد الشبابيك، يبقى احنا بنتكلم هنا على كم شباك، خلي بالك لما أقول لك one of the windows يبقى كم واحد؟ بالظبط واحد بس. Clean has been cleaned, have been cleaned, has cleaned. معظمنا لما بيلاقي كلمة windows بيحس إنها جمع فبيختار رقم C. لا، ده هنا عندنا خلي بالك احنا اتفقنا إنها one of the windows only one، وعشان كده هتبقى B has been cleaned نظفة. تمام؟ this is the last one for me. أحسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 14 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. 51 مستر خالد will give me a hand with my homework. تعال بقى انا اقرا جمله كده. طب لازم اقول مستر خالد، تقدير لمستر خالد اللي عطيها طبعا الراجل المحترم اللي معانا ده. من ذوق حضرتك يا مستر خالد. فانا بقول هنا مستر خالد will give me a hand، مش يديني ايد، لا هيساعدني، يعني هيساعدني في واجبي. تعال نحولها بس على وضعها كده. هنبدا بالاوبجكت لو I will be given a hand by with my help. طب ما ممكن اقول I will be helped، هو هيساعدني. فاصبح letter E I will be helped by خالد، by مستر خالد. نمبر B مستر خالد will help me، هيساعدني، تمشي برضه. طب A و B هنشوف دلوقتي. طب I will be given خالد the hand، ما ينفعش. يبقى لو انا شاطر هقول ايه؟ هو هيساعدني، يبقى letter A تمشي وليتر B تمشي، يبقى الاختيار بتاعنا letter C A and B. 52 they spoke will is to have revised will is to be revised will is to revise is to be revising. طبعا دي جمله داسف، جمله داسف. have been revised كانت تمشي. طب is to be revised هي دي الوحيده اللي باسف. فالناس اللي شاطره دي سبوك هذا الكتاب، ايوه مال هو is to، يعني must، must be revised. يا جماعه is to و are to و am to where to و was to دي كلها معناها ها معناها يا اولاد must او had to. فالمفروض تبقى جمله this book must be revised، must be revised، يبقى نختار letter B is to be revised. 53 leaves of trees are like factories، اوراق الشجر تشبه المصانع. وبعدين everything they need التي تنتج، المفروض which is producing، فالليتر هتبقى letter A. ايوه letter C very good. leaves of trees are like factories producing تنتج او منتجه everything they need. اخر جمله 54 the more people want something ذا، الناس اللي مذاكره المنهج كويس دي موجوده في الوحده بتاع ايوه بتاع السفر للفضاء اللي هي ضمور ضمور، اللي هي مثلا ايه كلما كلما على قد لحافك مد رجليك، كلما ذاكرت كلما حصلت على مجهود. الناس اللي شاطره تقول ذا اي ار ذا اي ار، فهيبص على الجمله بسرعه هيقول لي ذا cheaper، ودي امتحان 2018. تمام ذا مور بيبل وونت سمثينج ذا تشيبر ات ويل بيكم. ذاتس اول مستر احمد. احسنت يا مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 15 ونشوف مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. نشوف يا جماعه كده مع بعض نمبر 55. جمله بتقول there was somebody walking behind us، واحد كان ماشي ورانا. I think we، ولو قرينا التشويسز بقى are being followed، we're following، will be followed، we're being followed. معنى الجمله واحد كان ماشي ورانا، يبقى احنا بقى
كنا ايه؟ نتبع باللغه العربيه هنقولها we were being followed، يعني كنا نتبع، يعني حد كان ماشي ورانا. تمام؟ طالما قلناها بالضمه يبقى عايز فيرب تو بي وتصريف ثالث اللي هي انهي واحده بقى؟ بص في الاختيارات كده، ها تمام دي we're being followed. تمام next 56 بتقول did you use to space for your mistakes when you were young؟ هو انت كنت متعود على اخطائك وانت صغير؟ انا عارف ان يوز تو ممكن تيجي في دماغي ساعتها انها يوز تو واخد بانش الاولى، بس بانش غلط. ليه بقى؟ بانش يعاقب. هو بيقول له ايه؟ هل اعتدت ان تعاقب على اخطائك؟ قلنا الضمه دي يعني ايه؟ فيرب تو بي وبي بي، يبقى يوز تو بي بانشد نمبر بي، يوز تو بي بانشد. طيب 57 the letter was sent a week ago. الجواب was sent اتبعت او باللغه العربيه ارسل الخطاب and it yesterday وصل امبارح arrived was arrived were being arrived had been arrived. خلي بالك الجمله دي على قد بساطتها معظم الناس بتغلط فيها. ليه؟ احنا عايزين نقول ايه بالعربي ببساطه كده؟ الجواب ايه؟ وصل. طب arrive يصل، البسط منها ايه؟ arrived، يبقى هي arrived. للاسف معظم الناس هنا بتلاقي لما تلاقي كلام كبير كده فبتختار وير وكده، لا هي طبعا 57 ايه. احسنت يا مستر خالد. This is the last one. حلقة من حلقات شيقة، وبنشكركم طبعا على المراجعة الجميلة دي، وبنتمنى التوفيق لكل طلابنا الأعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.